النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وماشي، فالصحابة سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم ناحية شجرة كده، الشجرة كان في عليها عش واطي وكان فيه عصفورين صغيرين، الصحابة شافوهم خدوهم. فهم قاعدين بعد كده لقوا طائر جاي عمال يرفرف قدام النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض كده، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال: من فجع هذه في فرخيها؟ مين اللي خد دول يلا ال 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 الطائرين الصغيرين؟ بالمناسبة النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان هم اتنين منين، كان صلى الله عليه وسلم بيفهمهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: نحن يا رسول الله. قال: ردوا عليها فرخيها. فراحوا حطوهم في العش، قال: فما عادت حتى جذع النخلة، وهو يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع النخلة. لما أهدي صلى الله عليه وسلم منبر وخطب عليه في الخطبة، الجذع ما تحملش، النبي صلى الله عليه وسلم مش هيوقف عليا تاني ولا يخطب عليا تاني ولا يسند عليا تاني. وبعدين ايه اللي يحصل؟ فسمع له أزيز كأنه بيعيط. ساب النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة ونزل واحتضن جذع نخلة. هو في مين كده يا جماعة؟ في مين كده؟ احتضن جذع نخلة حتى سكن. جميل صلى الله عليه وسلم.